تعازينا الحارة لكل إخواننا في المغرب، اللهم ارحم الموتى وارزق ذويهم الصبر واشف المصابين وعوض المنكوبين. شكرا جزيلا لكل من سعى في مد يد العون لإخواننا، وإذا كنت تبحث عن هيئة موثوقة لجمع التبرعات لإخواننا المنكوبين، فسأضع لكم في صندوق الوصف وفي أول تعليق مثبت رابط التبرع الخاص ببنك الغذاء الذي يعمل ومنذ الساعات الأولى لحدوث الكارثة في تقديم المساعدات الإنسانية للضحايا. الزلازل من بين أكثر الكوارث الطبيعية تدميرا، وهي تحدث بالأساس قرب حواف الألواح التكتونية، إلا أنها يمكنها أيضا أن تحدث في أي مكان تقريبا، ولا يمكن التنبؤ بمكان وزمان وقوع الزلازل، لكن فرصتك في النجاة ستكون أكبر لو كنت مستعدا مقدما وتعرف ما الذي يتوجب عليك فعله عندما يقع زلزال. أولا، إذا كنت في داخل المنزل إلزم الهدوء ولا تحاول الهروب منه، ولكن اختبئ بأسرع وقت ممكن بالجلوس تحت الطاولات أو إطارات الأبواب. غطي رأسك وعنقك واستخدم يديك وذراعيك لتحمي المناطق الحيوية من الأجسام المتساقطة، وحاول إطفاء مصادر النار مثل الموقد وغيرها إذا كنت قريبا منها حتى لا تسبب حريقا، وكذلك تجنب إشعال أي نار أو شعلة لأنه قد يكون هناك تسرب غاز قد يتسبب بحريق. اهتم دائما بالأطفال وطمئنهم سواء كنت في المنزل أو في أي مكان آخر. إذا كنت خارج المنزل حاول الابتعاد عن المباني واذهب في اتجاه الأماكن الخالية مثل الحدائق والساحات. إذا كنت تقود سيارتك فحاول الوقوف بأسرع وقت ممكن مع تجنب المرور من خلال الأنفاق أو تحت الجسور أو فوقها، وتجنب التوقف قرب أو تحت المباني والأشجار والجسور وأسلاك الخدمات. ابقى جالسا في السيارة وانتظر حتى يتوقف الزلزال، فمعدن السيارة سيحميك أنت وعائلتك من أغلب الحطام والأجسام المتساقطة. وأخيرا، تجنب استخدام المصاعد لأنها قد تكون عرضة للعطل والسقوط أثناء الزلازل. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، نحن عبيدك بنو عبيدك، نواصين بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. اللهم ادفع عنا البلاء والبراكين والزلازل والمحن وجميع الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إني أستودعك جميع المسلمين والمسلمات في هذه البلاد.